خاصك تحدى نفسك، ديك الحاجة اللي كتقول لا ما نقدرش نديرها هي اللي تقدر ديرها وتقدر وتفوتها. سمعتيني؟ والله تقدر وتفوتها. السلام عليكم، معكم شحكاك في فيديو جديد. تشوفوا هاد الفيديو غادي يكون حماق بزاف، بحكم قال لك غادي يزيدوا 5 سيمانات. ما يمكنش هو داك تقول لي تسناليك، ما يمكنش نبين مع دري صغيره راكم عارفين. مهم بحكم انهم زادوا 5 سيمانات ما يمكنش نبقى مشعك. هودا انا كنتسناك، ما يمكنش نبقى هودا قالت لك تسناني. واحد الدري اللي كانت كتبان معايا في شي لاخرى بغات تبان معايا. المهم شوفوا الفيديو، ما كنتش بغيتكم تشوفوا هاد اللقطه ولكن خاصكم تشوفوها باش تعرفوا. هذا واحد اللعيبه خاصني نديرها هنا ديال الحلاقه، ما عنديش ديك اللعيبه ديال الحلاقه، يعني غادي نضطر نديرها نديرها هكا غير باليدي سيتو. المهم ديروها حيت اللي يجي منا هنا، ديروا ديك ديالها ونعاني داي داي هدي بزيزو راه تكون صعيبه. الدنيا غداره والناس حكاره وسوايع بداله والفال كيدور حلمي نكون اون دافير. المهم غنديرو ديك ديالها وصول يدينا الفلوس لناهي ولا من يخاف القدوس غير الناس طماع ولا باليهم للشام مع الشمس كي سخون دغيا كيمشي هذا. صراحة الحجر الصحي زوين وخايب ولكن زوين زوين حيت ولات شعب، على الأقل بعدا ولات شعب خداو حقهم شوية، خداو واحد 1000 درهم شهريا وكاين اللي خدا 800 درهم. ونشوفو الشهر التاني اش يديرو معاهم. شوف صراحة صعيبات. صعيبة باش تحسن التيزوار والله صعيبة. بعد هي بدا بدات كتمشي بدات كتمشي. كاين الصراحه صيفط خويا يجيب ليا الماكينه الاخرى ديال ولاد الشعب اشتراهم رخا خايس، وما كاينش الحلاقه تبقى مشعكك بحال هكا. كنفكر نحيد الشعر. الا وصل هذا الفيديو ل 10 كا، هذا الفيديو لو وصل 10 كا غادي نحبس والله تنطلع بالله 10 كا ديال لي لايك. واخا كان عطاني واحد الدري 1000 درهم 1000 درهم والله ما صلحت، ولكن الا وصل 10 كا والله ما نضرب حتى نصلح في البلاصه. 10 كا ديال لي لايك، يلا بارطاجي مع صحابك صحابك واصدقائك ديال كلشي كلشي كلشي. 10 كا والله تنحس. هاد نوحة تسطع لا تقرقي بتسمع فيه سمع مولي البيض. البويد البويد نانتوما كي كتشوفوا هاد البلاصه حسنت قدرت، ولكن هاد البلاصه ما يمكنش حيت صعيبه الصراحه تقدر تجرح وجهك بزيزوار. ها بزيزوار ها صح هذا ينصب هذا وهذا يزور الشادة صراحة.
واحد ما قال لي انا تحديت راسي بان لي صعيبه تحديت راسي وقلت غادي نحسن بزيزوا وانا كنحسن بزيزوا صعيبه والله صعيبه خاصك تحدى نفسك ديك الحاجه اللي كتقول لا ما نقدرش نديرها هي اللي تقدر ديرها وتقدر وتفوتها سمعتيني والله شي تقدر وتفوتها خويا جاب لي ماكينه يعني غادي نحسن الماكينه حيت هذه الصراحه صعيب غنكمل باش المهم نتحدى راسي خويا راه جاب لي ماكينه ولكن نتحدى ونحاول نكمل هاد الشويه اللي بقى تيزو ونفيني بهذيك الساعه بعد صراحة صعيبة كانت صعيبة بزاف يعني دابا نضطر نفيني بهاد كيكرم بالزربة كيكرم هاد راجع نفسك وخاف وخفف شوية على الكتاف والناقة ما ترد الخروف والتراب اوه دا بزاف في الصراحة أنا ما كنت بغي نحسن كنت بغي نربي اللحية حيت بغيت ندير أفلام في الشيء الآخر ولكن تنادى معايا الحال الفيروس يلصق لي في الموستاج نقصت الموستاج وسميشو وكنقص دابا في اللحية نحيدها كامل التراب هو اللي عمر الجو 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 دانا صداع بزاف في السطح كله كيغوت من جهة ولكن الصراحة كنفكر من القدام نشري شي فيلا في كاليفورنيا شي حاجة بحال هكا ولا بغى الله كاع خو المغرب شو ولا الميريكان كاع ما باغين والو الميريكان نقولوش لكم شي دولة اللي واعرة ولا شي حاجة الميريكان صراحة راه كنبغي نحسن راه كنشوف راسي بكل تواضع ما نقولش لكم زوين ولكن كتعجبني باللحية كتجيني زوين حيت قلت لكم كنشوف راسي زوين اش قولوا المشعكك فيه العياقة وانا راه ما فيهاش العياقة راه كتعجبني وصافي انا وجهي كاع تشعك دابا خصني نبدل هاد الماء نبدلو كيف قلت لكم بدلت الماء من نهار قلت لهم هذاك الفيديو ديال حتى واحد ما يسلم عليا تما الدراري صحابي كاين اللي ما خافش ما شافش الفيديو ولا يتخلع ما كيسلمش عليا جيت انا نسلم عليه ما جيتش انا سلمت عليه ما كيجيش يسلم عليا وكاين اللي كيقول لي والله ما كرهت نعني وقال حتى توحشني ولكن ما فهمتش انا علاش كنحس براسي ما عزيزش عليه المخ المهم خلينا من هاد القصه طويله اللي بغاني نعاود ليه دوزي يكتب لي في كومونتير كملوا هاد الحسانة الصراحه حسانة فيه زوينه باقي هنا وباقي هنا نديرو شويه ديال الملز القاديه بهذا ما كنصور راسي الا عطاونا 2000 درهم للشهر ما نخرجوش زوينه والله شي زوينه وبالنسبه لي انا دابا بحال ما كنت خلصت من اليوتيوب الله يجي حلو
هي الصراحه باش ما نكذبوش طالع عليا جوج اور ولكن راك ما يمكنش تخلي جوج اور ابداك فلوس تنهي ولا من يخاف القصوص دنيا بثارة والناس حقارة وشوية بدالة والفرق مش زعما ما في قلبك الكرام ولا ابدا ذم ما كيقدرش نورمال حتى ما تقدروش طحن مهم وكيف ما قلت لكم والله هذا الفيديو ويوصل لعشركة حتى نصلح وبماكينة ونزيدكم عامين وكنت سنة فيكم انا نوريكم قداش المهم كيف ما قلت لكم عشركة غنقدر نتحسن ولكن تعصبت مزيان ملي قال لك زيدو 5 سنين ورا بنادم اللي كيخرج عطيه العصا ولا شوف عرفتي دابا شنو هو ولا دابا قال لك وصلت 3000 وانا ما كنخرجش قليل واخا كان عزيز عليا نخرج وحبست الفيديوهات في الشيء الاخرى ما بقيتش كنصور افلام زعما قلت نلوح فيديوهات بزاف باش كحل الحلقه سمعت شي وشي فيه الفلوس قلت راه نكحل الحلقه ولكن تبرمجت كنقول لكم انا تبرمجت ديال بصح علاش ما كنحلاش الحلقه صراحه دير نجم ان شاء الله وانا حسن ساليت ان شاء الله قلت لكم هذا الفيديو انا نوريكم شحال قداش مهم هيوصل لعشركة الى وصل لعشركة دير لي لايك من غدا نحسن هاد الزيزوار هاد تكتلك الزيزوار ماشي بزاف صعيبة بالزيزوار صح بهادي كنقول ليكم غادي نحسن ولا بلا من تشاركو حتى الشهر يلا باي يوصل لعشركة تصليعة بهادي تهلاو